يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكل البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. العظمى في القاهرة 29 والصغرى 17، الإسكندرية 24 16، مطروح 23 15، بورسعيد 24 17، والإسماعيلية 29 19. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 29، الصغرى 18، العريش 24 15، طابة 28 19، شرم الشيخ 34 22، والغردقة 34 21. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 38 والصغرى 21، أسوان 38 23، الوادي الجديد 37 18، شلاتين 32 21، وأخيرا حلايب 29 22. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.